أيها الحاجب، أريد مقابلة السلطان في حاجة. ما هو اسمك وحاجتك؟ وهات السلاح واسترح هناك حتى أتيك بإذن السلطان. علمنا أن النجاب سلام الهلالي يدخل إلى السلطان بسلاحه. هذا أمير الجيش يا رجل. وسراج الزناتي؟ ذاك صاحب الشرطة. بقي أن تسأل لماذا أحمل أنا سيفا. هات السلاح. وفي قصري إكراما لك ولسيفك يا نجاب. هذا كرم يغمرني به مولاي السلطان الخفاجي بن عامر الهلالي. لا يا سلامة، لا، هذا واجبك على السلطان وعلى بني هلال جميعا، لأنك بسيفك وجيشك جعلتهم يعيشون الحياة الآمنة. هذا واجب يا مولاي، ولكن هل ينقصك شيء يا سلامة؟ قل. أنا يا مولاي أمضيت كل حياتي بين إمارة الجيش وسروج الخيل، فإن أذنت لي يا مولاي أريد أن أقيم حفل زفافي بإمارة الجيش. بإمارة الجيش؟ نعم يا مولاي إن أذنت لي. لأي سبب؟ لأني يا مولاي لا أستطيع أن أدعو كل جيشي إلى هنا، القصر يضيق بهم، ولكن بإمارة الجيش كلهم يحضرون ويفرحون معي. وأنا؟ أنت يا مولاي قائد الجميع، وإمارة الجيش مثل قصرك هذا. على خيرة الله وتوفيقه يا نجاب.